بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت مديرية الشباب والرياضة مسابقة للشطرنج في مدينة جرابلس، حيث جرت المسابقة على مرحلتين. المرحلة الأولى ألف استخدمت الطلاب من عمر 7 سنوات حتى 13 سنة. المسابقة الثانية ستجرى أيضا من عمر 13 سنة حتى عمر 25 سنة. ستتم اختيار الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث للمشاركة لمنتخب تشكيل منتخب جرابلس للشطرنج للمشاركات الخارجية التي ستتم في الشمال السوري المحرر. السلام عليكم، اسمي شهد درعا، تدربت في مديرية الشباب والرياضة للمشاركة في مسابقة الشطرنج التي ستقام في شمال سوريا.